السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير على الجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال، استمرارا في سلسلة النقاشات التي كنا قد طرحناها سابقا من خلال مجموعة من الفيديوهات التي تعالج موضوع المساعدة الاجتماعية بالمحاكم. وقد تطرقنا في المواضيع السابقة إلى مجموعة من المواضيع، بينها السياقات العامة لإحداث هذه الميناء، كذلك مهام وأدوار هذه المهنة من خلال الأماكن المختلفة لاشتغال المساعدين الاجتماعيين، ثم من خلال دور المساعد الاجتماعي داخل قسم أعضاء الأسرة، كذلك من خلال دور خلايا الرئاسة كما أسميناها، خلايا التتبع التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى رئاسة المحكمة. استمرارا في نفس النقاش، كذلك الأسئلة التي كنا قد طرحناها على جزئين، الجزء الأول كان في حوالي 20 سؤال أو 20 سؤال بالضبط، الجزء الثاني كان فيه 60 سؤالا مختلف من الثقافة العامة، من مستجدات الوزارية أو بقطاع العدل، كذلك مستجدات الثقافة الأمازيغية، مستجدات الخطاب الملكية، أيضا بعض القوانين ذات الصلة كيف ما تكلمنا سابقا عليها، مدونة الأسرة، وأيضا القوانين المنظمة كقانون العنف 113، كفالة الأطفال المهملين، صندوق التكافل العائلي، بعض الإشارات في الحالة المدنية، بعض الإشارات في الجنسية، يعني بعض مجموعة من القوانين اللي كانت مهمة في تغيير الترسانة القانونية من أجل المساواة، من أجل مقاربة النوع، من أجل أنسنة العمل القضائي، من أجل يعني تفعيل طابع الخدمات الاجتماعية داخل المرافق العمومية للبلاد ككل. في هذه الحلقة سأناقش معكم في نقاش الثامن دور المساعد الاجتماعي في خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى المحكمة الابتدائية. على بركة الله، ممكن تشدوا ورقة وستيلو وتنوطيو النقاط اللي كيبانوا لكم يعني مهمين من خلال السياق ومن خلال الحديث. أيضا وجدت واحد الورقة كيف العادة، يعني ورقات باش نبقى غادي منظم باش ما نخرجش على الموضوع بزاف، ولقى راسي يعني خديت الوقت بزاف اللي من المفروض ناخدو فيه معلومات مختلفة. السياق ديال الإحداث ديال هاد الخلايا كيفاش جا، نفس السياق اللي تحدثنا عليه في الفيديوهات السابقة، نفسه السياق العالمي اللي كيعرف واحد مجموعة من الصكوك العالمية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية اللي انخرط فيها العديد من الدول في العالم وبيناتهم المغرب، خرطوا في هذه الاتفاقيات بشكل اختياري لأنها يعني تضم يعني عشرات المواد التي تحمي المرأة وتحمي الطفل من كل ما قد يسيء معاملته أو قد يتسبب في أضرار نفسية أو جسدية إلى آخره للطفل للمرأة للإنسان بشكل عام. إذن هذا السياق. كذلك أيضا في سياق إحداث الخلايا، استراتيجيات الوطنية التي اعتمدها المغرب، وهنا لدي استراتيجيتين التي تحدث عنها، يعني كانت أيضا من الممهدات لهذا الأمر، ومن بينهم استراتيجية الوطنية الخاصة بحماية المرأة اللي كانت سنة 2000، وكذلك استراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء اللي كانت سنة 2002، جوج اتفاقيات مهمين. ثم كذلك يعني ظهور مدونة الأسرة سنة 2004 اللي كانت يعني طفرة نوعية
الأهلية في القانون الأسري المغربي بعد ما تحولت مدونة الأسرة، بعد ما تحولت من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة للأسرة. إذن هذا كذلك سياقات. ثم في نفس السياق الخطة التي كان قد أطلقها المغرب منذ يعني من سنة 2006 حتى 2015، كانت الخطة الوطنية للطفولة، كنا كنصطلحوا عليها المغرب جدير بأطفاله، يعني هذا هو الشعار ديالها، خطة المغرب جدير بأطفاله. ده هادو كذلك من بين الخطط اللي ساهموا في الإحداث ديال أو بروز المساعد الاجتماعي داخل المحاكم على مستوى النيابة العامة وعلى مستوى خلايا التكفل بالنساء. أيضا الخطة ديال العمل ديال الوزارة في هذا المجال، يعني الوزارة كانت كتوضع خطة ديالها من أجل تعزيز الحقوق، من أجل تعزيز الحريات، من أجل الإنصاف، المساواة، العدل، يعني السياسة الجنائية، الإعداد الخطط، الدلائل إلى آخره، بما يخدم مصلحة المواطن بشكل عام سواء امرأة أو رجل. يعني في إطار هذه السياقات هذه تم إصدار دورية من طرف وزير العدل مفادها أنه ضرورة إحداث خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف في المحاكم الابتدائية. كانت هذه الدورية أول دورية كتصدر سنة 2004، 31 دجنبر، يعني في اليوم الأخير من سنة 2004، يعني غير صدرات خرجت 2004 دخلنا 2005. يعني في ذاك الوقت صدرات الدورية اللي كتنظم لنا اللي كتطلب، يعني الخلايا ديك الدورية ما لقيتهاش عندي هنا مع الدوريات، ولكن أنا غادي نشوفها وغادي نعاود نشرها. هي مجموعة من الدوريات ومجموعة من المناشير، ساعة شي واحد يذكرني بهم نقدر نعاود نبارطاجيهم معكم في إطار تعميم الاستفادة. فمني قلت يعني الدورية صدرت 31 دجنبر 2004، يعني باش تكون عندنا خلايا في المحاكم، لكن ماشي جميع المحاكم استجابت لتفعيل مضامين هذه الدورية التي أرسلها وزير العدل. يعني كاين المحاكم اللي مشات فيها، كاين اللي ما مشاتش فيها إلى آخره. أنا غادي نرجع كذلك بعض المناشير اللي تحدثت على هذا الشيء. كان ايضا واحد المنشور صدر في سنة 2005، المنشور هذا كان كيتكلم على تفعيل التدابير المؤقتة لصيانة المرأة والطفل، خصوصا ان المرأة والطفل كاين واحد التدابير مؤقتة صدرات في مدونة الأسرة في واحد المادة، المادة 121 كتقول لك اودي هاد التدابير اللي ممكن تاخذها المحكمة في قضايا المرأة والطفل داخل نزاع أسري معين. يعني ملي كيكون واحد النزاع كاين ممكن أن المحكمة تدخل أو حتى النيابة العامة تدخل بحكم أنها طرف أصلي في جميع قضايا ديال مدونة الأسرة. إذا هذه الدورية ديال 2005 تكلمت لنا على داك التدابير الوقائية اللي ممكن تدخل فيها المحكمة أو النيابة العامة باش تقوم بتفعيل تلك التدابير. هنا ما كانوش بالضبط ما كيشيروش الخلايا او كيشيروا، يعني كان بشكل عام هذه الدورية. ثم بعدها جاءتنا هذه الدورية سنة 2006. هذه الدورية شنو طرحتنا في 2006، في يونيو 2006، يعني تقريبا عام ونص من بعد ما صدرت الدورية ديال 31 دجنبر 2004، يعني عام ونص من ذاك الوقت ليونيو 2006. هاد الدورية تكلمت على مسار خلايا التكفل، ان هاد الخلايا التكفل اللي تكلمت عليها الدورية السابقة واش تفعلات ولا ما تفعلات، وانه يعني انها جات يعني في اطار التوطئة ديالها انها من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء الى اخره. فوزارة العدل انذاك ملي شافت انه يعني ان ديك الدوريه يعني ما تفعلات بالوجه الكامل على اكمل وجه، فطالبت هذه الدوريه ديال الرساله الدوريه ديال سنه 2006.
طلبات يعني النيابات العامة المشتغلة على الخلايا أن تمد وزارة العدل بالصعوبات وبالتصورات حول المتسب، حول يعني ما يمكن أن يكون أحسن في عمل الخلايا من ما هو عليه. يعني كانت هذه دورية توجيهية من أجل يعني أن تجمع الوزارة كل الصعوبات التي تثيرها النيابات العامة من خلال تفعيلها للخلايا. يعني جات باش توجه مر 2006 2008 2008 كانت دورية أخرى كذلك لوزير العدل، منشور كان منشور بوزير العدل منشور 25/3 حول الموضوع ديالو، حول خلايا العنف ضد النساء والأطفال. وهذا الساعة ممكن ننشرو نبارطاجيه معكم. حتى هو النيس في التوطئة ديالو كيتكلم على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، الخطة الوطنية لحماية الطفولة إلى آخره، والدوريات السابقة اللي تكلمنا عليهم، يعني الدوريات السابقة في شأن حدث خلية العنف ضد النساء لدى النيابة العامة سنة 2004، يعني الإحالة على ديك الدورية الأولى اللي تكلمت عليها. في هاد 2008 اللي كاين اللي كيعتبرها انها البدايه الفعليه للخلايا، سنه 2004 كانت بدايه الخلايا، يعني 31 دجنبير، يعني واحد ممكن نحسبوها 2005، وبقى ديك الخلايا في ارتباك حتى تقريبا 2008، عاد كانت بدايه فعليه من خلال يعني توجيه هذا المنشور من طرف وزير العدل للنيابه العامه من اجل يعني من اجل التعاون، من اجل التنسيق. هنا كانوا اليوم كنتكلموا على الخليه، على اللجنه، عفوا على اللجنه المحليه، نفس التوجهات، يعني التنسيق التعاون مع المصالح الطبيه، مع جمعيات المجتمع المدني، مع مراكز الاستماع والانصات ديال الجمعيات الى اخره. وان في هذه الدوريه يعني ان طالبات ان يتعين يعني في قضاة الحكم، يتعينوا كذلك قضاة التحقيق، قضاة الأحداث اللي عندهم علاقة بالطفل، أنهم ينضموا لهذه الخلية ويكونوا فيها، يكونوا من مكونات هذه الخلية. يعني هذه جات كتحدثنا بالضبط شنو الخلية دير، أنها دير التنسيق والتعاون مع الجمعيات، مع المصالح الطبية إلى آخره. شنو آخر؟ أنها تعين قضاة ديال الحكم، قضاة ديال الأحداث، قضاة ديال التحقيق، أنهم يكونوا أعضاء في هذه الخلية، لما لهم من أدوار مهمة داخل هذه الخلية. أيضا أشار هذا المنشور إلى ضرورة وجود حيز مكاني خاص بالخلايا. يعني ملي كانت تنطلقات يعني في 2004 إلى 2008 يعني كانت تمارس بعشوائية، وكاين بعض المحاكم عندها مكان، بعض المحاكم ما عندهاش، يعني كاين بعض المحاكم كاع من فعلها في خطرة، يعني بقات هكاك. يعني اشارت هذا المنشور الى ضروره يعني تخصيص مكان خاص بالخلايا ويكون مستقل، يعني بيرو مستقل، مكتب مستقل. كذلك سجلات، تكلمت على السجلات، يعني ان تكون سجلات خاصه بهاد النوع ديال القضايا. هذا هنا 2008. كنمشيو ل 2010. 2010 عرفت ثلاثة ديال المناشير في وقت واحد، وعرفت الدليل أيضا. يعني سنة 2010 قلنا سنة 2004 هي البداية الأولية، سنة 2008 هي البداية الفعلية، ثم سنة 2010 هو الانطلاق، ممكن نسميه الانطلاق الكبير للخلايا. يعني من خلال ثلاثة ديال المناشير اللي متواجدين عندي هنايا، ثلاثة ديال المناشير. المنشور الأول كيتكلم على الأحكام الصادرة في قضايا الطفل والمرأة، وكيتكلم أيضا بأن الوزارة أعدت دليلا لتوحيد جهود العمل، أن ديك العمل اللي كان كيقوم به كل واحد بشكل منفصل أنه يكون موحد من جميع المحاكم في المغرب من خلال الدليل العملي اللي حنا غادي نشوفوه دابا. يعني هذا المنشور كيتكلم كذلك كيتكلم على أن
على مجموعة من التوصيات اللي خرجت بها الدورة التكوينية، لأن في ديك الفترة هذيك 2004 حتى 2010 ما كانش مساعدين اجتماعيين، ما كانش وزارة البلاد كتوظف مساعدين اجتماعيين، كانوا موظفات مكلفات بمهام المساعدة الاجتماعية. يعني هذوك الموظفات هما اللي كتكلفهم الوزارة، وكدير لهم مجموعة من التكوينات رفقة القضاة اللي مرتبطين بهاد الخلايا، مثلا قضاة ديال الأحداث، نواب وكلاء الملك ونواب وكلاء الملك، قضاة ديال الحكم، قضاة ديال التحقيق، الموظفات المكلفة بمهام المساعدة الاجتماعية، رؤساء المصالح، رؤساء مصالح كتابة النيابة العامة، ورؤساء مصالح كتابة الضبط. يعني هادو كاملين داروا لهم مجموعة من التكوينات، يعني داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، باش يستنبطوا التجارب المختلفة لبلدان متنوعة، وكذلك داخل المغرب من خلال تمكن مجموعة من التقنيات اللي ربما ما كانتش عندهم. يعني لهذا دارت مجموعة من التكوينات، وداك التكوينات كانوا كيخرجوا بتوصيات، مجموعة من التوصيات من بينتها مراعاة خطورة أفعال العنف التي تعرضت لها المرأة عند البت في قضيتها، إعمال السلطة التقديرية للقاضي في مجال الإثبات، توخي سرعة البت، تفعيل يعني المقتضيات اللي في القانون المصدر الجنائي الخاصة بالحماية ديال الأطفال الضحايا، تفعيل كذلك الدور ديال النيابة العامة في هذا الأمر هذا، مراعاة خطورة ديال الأفعال ديال الإجرامية اللي كان الطفل ضحية لها، عدم الأخذ بالتنازل خصوصا في الاعتداءات الخطيرة اللي كيتعرضوا لها الأطفال، يعني ما يتقبلش فيهم التنازل، عدم متابعة الطفل الضحية باعتباره خصوصا ضحية ديال الاستغلال الجنسي، باعتباره يعني أنه ضحية وليس جانح، إعمال المسطرة ديال الأطفال المهملين، كذلك تجنب إيذاء الحدث خارج وسطه الأسري الطبيعي، وإعمال مؤسسة الحرية المحروسة، يعني تفعيل الحرية المحروسة بحال اللي كنا شفنا في الحلقة الفايتة ديال الأحداث. إذا هادو كذلك الوزارة طالبت بإحصائيات يعني بشكل دوري كل 3 شهور على هاد الحالات هذه، قضية امرأة ضحية العنف، قضية طفل ضحية العنف، قضية طفل جانح إلى آخره، بغات إحصائيات. هذه في 2010، هذا المنشور الأول، كاين المنشور الثاني وكاين المنشور الثالث، ثلاثة هاد المناشير خرجوا في 2010. المنشور الثاني اللي هو بين أيدينا حول تعزيز التنسيق، يعني التنسيق راه كان جانا في واحد الدورية سابقة، ولكن الآن في الدورية 2010 حول تعزيز التنسيق في مجال تكفل بالنساء، التنسيق بين كافة المتدخلين. وهنا اعتمدت الوزارة على بعض كتسمى التجارب النموذجية أو التجارب الحسنة لبعض المحاكم التي يعني كانت تجاربها حسنة في علاقات التنسيق مع باقي الشركاء المتدخلين في محاربة العنف ضد النساء والأطفال. في السابق حسب الدوريات السابقة، الملاحظة قبل 2008، يعني قبل 2008 كانت الوزارة كتتكلم غير على خلايا العنف ضد المرأة، كانت كتتكلم على الطفل، كان يعني العنف اللي موجه ضد المرأة فقط. يعني ابتداء من 2008 عادوا كيتكلموا على العنف ضد الطفل. إذا نرجع لهذا المنشور ديال 2010، قلت أن هذا إذا قلت أن هاد المناشير، يعني هاد المنشور مناشير الثلاث ديال 2010، المنشور الثاني تكلم على تعزيز التنسيق في مجال التكفل بالنساء والأطفال، يعني من خلال التنسيق مع باقي القطاعات إلى آخره. أيضا تكلم على اللجنة المحلية على مستوى الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية، يعني الدور ديالها، شكون اللي كينسقها، كينسقها وكيل الملك، كتكون ممثل النيابة العامة، قاضي التحقيق، قاضي الحكم، كذلك قاضي الأحداث، والمساعدة الاجتماعية، هما اللي كيشكلوا أعضاء ديال الخلية ديال التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة، إلى جانب طبعا الممثلين ديال الجهات الحكومية الأخرى، مثلا ديال الطفولة، الشباب، المرأة، إلى آخره، التضامن، الشرطة، الدرك الملكي، يعني حتى هما كيدخلوا، وأيضا مساعدي القضاء،
ممثل على المفوض القضائيين، وممثل عن الدفاع المحامين، كذلك على مستوى الجهة، ماشي الجهة، مستوى الاستئناف، مستوى الاستئناف. ان الجهة قد يكون فيها ثلاثة ديال الاستئنافيات، بحال مثلا جهة طنجة تتولى الحسيمة فيها ثلاث محاكم استئنافية، بالتالي كنقولوا اللجنة الجهوية، ولكن كنقصدوا بها على مستوى الدائرة الاستئنافية، يعني حتى هي كتكون مكونة من وكيل العام الملك، ممثل النيابة العامة، أيضا قاضي التحقيق، قاضي الحكم، ومستشار مكلف بالأحداث، بالإضافة إلى المساعدة الاجتماعية. يعني حتى هي كتكلم على المساعدة الاجتماعية، أن هذه الاجتماعات من خلال هذه الدورية خصها دار كل 3 شهور، مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر. كذلك اللجان الجهوية خصها تجمع في يناير وفي يوليوز، وممكن تكون شي اجتماعات أخرى يعني إذا دعت الضرورة لذلك. إذا هذه المكونات ديال الخلية من خلال هذه الدورية 2010. الدورية 2010 الثالثة اللي تكلمت عليها هي هذه، كتكلمت هي على خلايا التكفل من خلال الدوريات السابقة، بيناتهم الدورية ديال 2008 وواحد الدورية في 2009. هادو بجوج بهم تكلموا كذلك على الاستراتيجية الوطنية، على لمحاربة العنف، المساواة، الإنصاف بين الجنسين إلى آخره، والاستراتيجية الوطنية ديال الطفولة كذلك، حتى هي كتجي دائما في التوطئة ديال هاد المناشير وهاد الدوريات. هاد الدورية الثالثة شنو جا فيها؟ جا فيها ان بعد التتبع ديال الوزارة على عمل هاد الخلايا، ان لقات مجموعة من الخلايا لا تقوم بتفعيل مقتضيات الرسائل الدورية السابقة، يعني ما كتخدمش بما جا منصوص عليه في الدورية السابقة، ومن بيناتهم تخصيص حيز مكاني، يعني ما مخصصينش واحد المكان بالضبط خاص بالخلية، يعني مكان خاص ملائم، كنقولوا خاص وملائم، يعني يراعي خصوصية المرأة، يراعي خصوصية الطفل، خصو يكون مثلا مغلق بشكل سري، يكون فيه ألوان، يكون فيه مثلا ألعاب الأطفال، يكون فيه صباغة مختلفة، يكون فيه النمط ديال المكتب مغاير، مثلا بدل يكون المكتب والكراسة ممكن يكون المكتب مع الفوتوي مع الصالون إلى آخره، يعني بهذه الطريقة. الإضافة أن السجلات بزاف ما خدموش بالسجلات، رغم أن الوزارة في ذلك الوقت شغلت على نماذج ديال السجلات، وعطات سجلات للرؤساء ديال المصالح باش يعطيهم مساعد الاجتماعي أنهم هما يتكلفوا بهم، يعني يدخلوا في إطار المهام ديال المساعد الاجتماعي، أنه هو اللي يمسك ديك السجلات مجموعة من المحاكم. بعض المحاكم اللي كانوا موظفين كيتواجدوا في الخلايا، يعني مع الخلية ديال التكفل، فهما كانوا كيتكلفوا بهم، او التقنيين اللي كيكونوا في الخليه كيتكلفوا بداك الشيء هذاك، ولكن ملي ما كيكونوش كيضطر المساعد الاجتماعي انه هو يتكلف بالسجلات، وكذلك يتكلف بالنظام المعلوماتي ساج ديال لابليكاسيون ديال ساج. كذلك النقطه اللي جات في هذه الدوريه اللي تا هي مهمه جدا، هي تمكين المساعد الاجتماعي من القيام بمهامه داخل الخليه. كاين المساعد الاجتماعي، كانوا مازال كيهضروا على المساعدات الاجتماعيه، لان كانوا اغلبيه موظفات مكلفات، يعني في 2010 عاد بدا التوظيف. وكذا تمكين الموظفه المكلفه، حنا كنتكلموا على الموظفين المكلفين، الموظف المكلف بمهام المساعد الاجتماعي من القيام بمهامه داخل الخليه، يعني ان ذاك الموظفين المكلفين ملي كان رئيس مصلحه كيشوف ان عنده خصاص في بلاصه اخرى، كان ممكن يهز ذاك الموظفه المكلفه ويديها لبلاصه اخرى، بالتالي ما كتبقاش دير مهام ديال المساعده الاجتماعيه. اذا كانوا هادو الدوريات ديال 2010، ثلاثه ديال الدوريات، وفي نفس السنه اللي هي 2010 خرجنا الدليل اللي صيفطت لكم بي دي اف، شرطو بي دي اف، هذا هو الدليل، فيه مجموعه من المقتضيات، انا غادي نرجع له، نكمل الدوريات ونرجع لهذا الدليل. ايضا كان واحد المنشور سنه 2012، واحد الرساله دوريه عفوا ديال وزير العدل، حول تفعيل الخلايا، يعني ان الخلايا كاينه وما فعلاش، حسب الرسائل المرجعية ديال هاد الرساله الدوريه، هو الرسائل الدوريه اللي تكلمنا 2010 19 20 21، رسائل دوريه 19 20 21 ديال 2010، يعني الوزاره كتكلم فيها وكتقول بان لاحظت بان مجموعه من المحاكم
ما خدتش بعين الاعتبار المقتضيات ديال الرسائل الدولية بإحداث الخلايا، بإحداث اللجان، بإحداث إقامة اجتماعات، بالعمل بالدليل، يعني بتخصيص مكان خاص، بعدم إتقال كاهل المساعدات الاجتماعية اللي كانوا في ديك الخلايا بمهام ديال الكتاب الضابط إلى آخره، والتنسيق مع باقي الشركاء، الصحة، الشباب، المرأة، الضابطة القضائية، الدرك والأمن إلى آخره. يعني هذه اللي جات في هذه الرسالة الدولية ديال 2012. جوج نقاط اللي كانوا مهمين فيها هو إعمال مقتضيات الدليل العملي اللي تكلمنا عليه، وهذا يعني الإعمال ديال المقتضيات ديالو. والنقطة الأخرى تنظيم الاجتماعات ديال اللجان المحلية والجهوية والالتزام بها. أيضا النقطة الثالثة تفرغ الموظفات المكلفات بمهام المساعدة الاجتماعية، يعني تفرغهم لهذه المهام. إذا يعني كانت هذا المنشور ديال 2012. نجيو أيضا في 2012 كان هذا واحد الـ يعني المنشور حتى هو اللي مهم، حول تعيين مساعدين ومساعدات اجتماعيات. هذا يعني كان في مذكر وكان في مؤنث، يعني تعيين مساعدين ومساعدات اجتماعيات، وتصيفط المنشور للرؤساء الاولين، محاكم الاستئناف، وكلاء العامين، وكلاء الملك، رؤساء المحاكم الى اخره، باش يعرفوا بان راه كاين مساعدين اجتماعيين تعيينو جدادين، وانهم خصهم يمارسوا المهام اللي دخلوا من اجلها، يعني اللي تكلفوا بها، ويتفرغوا للمهام ديالهم فقط. يعني هذا من خلال هاد المنشور ديال وزير العدل اللي كيحد فيه المسؤولين على اعطاء المهام للمساعد الاجتماعي، المهام اللي كيشتغل بها، لا داخل الخليه ولا ايضا على مستوى خليه الرئاسه اللي كنا تكلمنا عليها. هنا في هذه المذكره هذه كيجي الاخير ديالها كيقول علما ان المساعدين والمساعدات من عين بالنيابه العامه، ومنهم من عين بالرئاسه لمزاوله نفس المهام، ونفس المهام هي تتبع ديال المسار ديال التكفل. يعني ديك المسار ديال التكفل اللي كيبدا في النيابه العامه كيتكمل في الرئاسه، وهكذا. هذه 2012 مجموعه من الدوريات اللي كانت تاسيسيه لعمل هذه الخلايا. كانت كذلك هذه في 2014 حول ايضا عمل خلايا محليه، يعني اعداد خطط محليه للخلايا. هذه 2014 كلمتنا على خطط محليه ديال الخلايا، ان الخلايا عندها الحق تعدل خطه عمل محليه بتنسيق مع باقي الشركاء، وتشتغل مثلا في على واحد الموضوع معين، مثلا تشتغل مثلا على زواج القصير، ولا تشتغل على هضم دراسي، ولا تشتغل على تسجيل الحاله المدنيه الى اخره. الحاله المدنيه هنا غادي نشوفوا في جوج المناشير اخرين حتى هما بغيت نتقاسمهم معكم. التجارب الحسنه ديال خلايا التكفل النساء والاطفال، يعني ديك التجارب الحسنه ديال هاد الخلايا، ديك الانشطه اللي دارت مزيانه. كان واحد المؤتمر الاول للمساعده الاجتماعيه بالمغرب. هذا المؤتمر هذا المؤتمر الوطني الاول حول دور المساعده الاجتماعيه، هذا تعرضت فيه مجموعه من التجارب ديال مجموعه من المحاكم، كل واحد كيفاش كيشتغل، كل واحد شنو التجارب الحسنه. فوزاره العدل حاولت تجمع هاد التجارب، جمعتهم ونشراتهم لكل يعني غاية مفيدة. وبينات التجارب يعني تنسيق بعض الخلايا من أجل إحداث مراكز الإيواء، كذلك تجربة بعض المحاكم في تسجيل الحالة المدنية، كذلك تجربة بعض المحاكم في الأسر البديلة، في الإرجاع يعني الوسط الطبيعي ديال الأطفال، سواء الأطفال كما كانت الوضعية ديالهم، وايضا بالدور ديالهم في الحاله المدنيه، الدور ديال الخلايا في الحاله المدنيه من خلال التحسيس والتوعيه والارشاد نحو تسجيل الاطفال في سجلات الحاله المدنيه. يعني لان النيابه العامه لها حق تقديم ملتمس يقضي بتسجيل الطفل في الحاله المدنيه وفق احد النماذج الموجوده في الدليل اللي كنت صيفطت فيه واحد النموذج ديال ملتمس للنيابة العامة لتسجيل الطفل
في الحاله المدنيه. شوف غير ديك الملتمس ملتمس ملتمس نيابه عامه ملتمس نيابه عامه. هنا كاين بزاف ديال النماذج، نماذج كثيره فهاد الدليل هذا. ملتمس ملتمس فهاد النماذج في الصفحات الاخيره غادي تجبروه ديك الملتمس. انا ما بقاش نقلب عليه بزاف، عرفتوا شي فين مشى، خاصني نعلمو بشي حاجه. اللي كتقدموا النيابه العامه من اجل تسجيل داك الطفل في سجلات الحاله المدنيه، باعتبار ان التسجيل ديالو يعني امر مهم جدا وحق من الحقوق اللي كيكفلها له الدستور وكتكفلها له كذلك المواثيق الدوليه. المحطه الاخيره في هذا الشيء هذا هو صدور هذا القانون هذا ديال محاربه العنف ضد النساء، قانون 103/13 اللي صدر ونظمنا العمل اكثر. يعني هذا القانون هو اللي توجنا الدوريات كامله، يعني تتوجت باصدار قانون محاربه العنف ضد النساء اللي صدر في مارس 2018، قانون 103/13. كما قلت ديك المره 103 الرقم الترتيبي ديالو، 13 السنه اللي تدفع فيها المشروع ديال القانون. خرج في 12 مارس 2018، وحسب الماده الاخيره منه اللي هي في الباب السادس دخول حيز التنفيذ، انه تنفذ بعد 6 شهور من صدوره في الجريده الرسميه. ملي كنحسبوا 6 شهور يعني تنفذ في 12/9/2018 بدا تنفيذ قانون محاربه العنف ضد النساء في المغرب. انا غادي نرجع نتكلم شويه في الدليل، وعاد غادي نرجع لهذا القانون 103/13 بخصوص الدليل. كاين هذا الدليل هذا اللي كنت صيفط لكم، وكاين واحد المختصر ديالو، هذا ملخص ديالو صغير كيتسمى موجز ديال الدليل. هذا الموجز هذا فيه حتى هو مجموعه من الامور نفس هذا اللي كاينه في واحد المطويات انا ديجا كنت نشرت منهم. فالدليل هذا فيه كنشوفوا المهاب ديال المساعده الاجتماعيه حسب دليل عملي للمعايير النموذجيه للتكفل القضائي بالنساء والاطفال. دي ما يتقوم به المساعده الاجتماعيه صفحه 26، اللي عنده الدليل يمشي صفحه 26 وغنلقاو فيه المهام. من بين هاد المهام استقبال النساء والاطفال ضحايا العنف والاطفال في وضعية صعبة، والأطفال في وضعية مخالفة للقانون، والأطفال في وضعية إهمال وتقديم الدعم النفسي لهم. هاد الوضعيات أنا غادي نشوفهم وغادي نشرحهم معكم، هاد الوضعيات كاملة. الاستماع لكل من المرأة والطفل وتعريفهم بالحقوق التي يخولها لهم القانون، والقيام بمهام التوجيه والإرشاد وتزويدهم بالمطويات التي توضح مسار التكفل بالنسبة لكل فئة. طفل في وضعية مخالفة للقانون، المرأة ضحية العنف، الطفل الضحية، إلى آخره، كيف ما كانت الفئة ديالهم. توجيه الأطفال والنساء الضحايا إلى وحدة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمصالح الطبية، قصده يعني استشفاء إذا كانت يعني عليهم جروح إلى آخره، قصده استصدار شهادة طبية اللي هي يعني بالمناسبة شهادة طبية مجانية. يعني كتعطى بالمجان للمرأة المؤنفة أو الطفل المؤنف. يعني وزارة الصحة كذلك انخرطت في عمل الخلايا من خلال أن وزارة العدل راح وزارة الصحة عفوا حتت الخلايا ديال الصحة، حتت واحد الخلية ديال هاد النوع في مراكش سنة 2000. يعني كانت عندها تجربة سابقة، يعني عاد بداو من بعد بدات كتفاعل مع الدوريات ديال وزارة العدل، خصوصا سنة 2007 صدرات وزارة العدل حوالي جوج دوريات اللي وزارة الصحة عفوا صدرات جوج دوريات اللي كتكلم فيهم على أهمية استقبال المرأة ضحية العنف، الطفل ضحية العنف إلى آخره. وأيضا صدرات دورية كتأكد فيها في 2010 ربما 2010 مجانية الطب الشرعي والشهادة بالنسبة للمرأة.
في 2013 زادت حتى الطفل، حيت كانت دارت شهادة طبية غير للمرأة. دابا ولات حتى الطفل عنده المجانية، يعني كاين جوج دوريات اللي مهمين باش بيهم، يعني هما الحجية القانونية باش أي مرأة مؤنفة طالبوها أنها تخلص ولا تخلص على واحد الطفل عندها مؤنف. هذا هو المرجع القانوني ديال أن مجانية الشهادة الطبية في المستوصفات الصحية العمومية. قلت أيضا تتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي وإطلاعهم على كل المراحل التي تهم قضاياهم، هذه مبين معهم حسب الدليل اللي بين أيدينا. القيام بناء على أمر قضائي، أمر قضائي يعني صادر من القضاء ديال المحكمة، قاضي الأحداث أو من قاضي الحكم إلى آخره، أمر قضائي أو حكم تمهيدي في إطار دعوى رائجة أو انتداب قضائي أو إذن من وكيل الملك بالإجراءات التالية. هذه الإجراءات اللي ممكن يقوم بها المستشفى ما بناء على حكم تمهيدي أو أمر قضائي أو انتداب من طرف قاضي معين أو إذن من طرف وكيل الملك، إنجاز أبحاث اجتماعية ورفع تقارير شأنها للجهة التي أمرت. يعني حتى حنا كنا تكلمنا على هذا الشيء في قضاء الأسرة، أبحاث الاجتماعية، ولكن حتى المساعد الاجتماعي في الخلية بناء على هذا الشيء هذا، لأن كاين بعض المرات المحكمة تحضر ما تلقاش فيها مساعد اجتماعي في الأسرة، وتحضر ما تلقاش فيها مساعد اجتماعي في العائلة، يعني يكون مساعد اجتماعي واحد هو اللي كاين في النيابة العامة، بالتالي ممكن أنه يتكلف واحد البحث خارج اختصاصات مثلا ديال المساعد الاجتماعي في النيابة العامة، لهذا هو مدروج هنا، يعني تحسبا أن كاين مساعد اجتماعي واحد، يعني ممكن يقوم هذاك اللي في النيابة العامة ممكن يقوم من خلال هذا الدليل أنه بوحود اجتماعية إضافية. زيارة أماكن إقامة الضحايا من النساء والأطفال وإنجاز تقرير بذلك، يعني الأماكن ديال الإيواء اللي كيكونوا فيها ممكن الزوار، طبعا هادشي كله كنقولوه بإذن من وكيل الملك أو بحكم تمهيدي أو بأمر قضائي أو بانتداب، يعني ما كيكونش من تلقائي نفسه. تفقد أيضا أماكن الإيواء بالنسبة للأطفال والنساء وإنجاز التقارير على ذلك. تفقد أماكن إيداع الأطفال بكافة المؤسسات، يعني الأطفال مختلف الوضعيات ديالهم يكونوا مودعين في مؤسسة ديال الرعاية الاجتماعية أو شي مؤسسة ديال الإصلاح والتهذيب أو شي مؤسسة ديال التكوين أو كيف ما كان النوع ديال المؤسسات. هادو اللي كيقوم بهم خلال إذن أو انتداب أو حكم تمهيدي أو أمر قضائي. أيضا للدور ديال المساعد الاجتماعي هنا الإسهام في تعزيز التنسيق بين مكونات الخلية القضائية، يعني كيتكلف مهام ديال التنسيق والأطفال بين هذه المكونات وباقي الشركاء. هنا راه بعض الأمور راه تغيرت مع القانون 103/13، هذا رجوع القانون 103/13 اللي لقاو بعض الأمور راه ما بقاتش. القيام بمهمة المقرر في أشغال اللجان، هذه الأمور اللي ما بقاتش، يعني هنا كان المساعد أو المساعد الاجتماعي كيقوم بمهام المقرر في اللجنة المحلية في اجتماع اللجنة المحلية. الآن حسب القانون 103/13 المساعد الاجتماعي أصبح عضوا في اللجنة، ليست له صفة المقرر، بل صفة المقرر تمنح لمصلحة كتابة النيابة العامة، لمن يمثل مصلحة كتابة النيابة العامة، يعني موظف مصلحة كتابة النيابة العامة. أيضا المساعدة في تسهيل الولوج إلى المعلومة المتعلقة بهذا النوع من القضايا، يقول المعلومة الحق في المعلومة، أي واحد من حقه المعلومة، خصوصا المعلومة اللي كتكون كتخصو، يعني أنا راه كاين قانون اللي كينظم الحق في المعلومة، يعني ماشي جا أي واحد عطيه معلومة، إلا كانت كتخصو هو معني بها فغياخد المعلومة اللي معني بها، يعني الشخص المعني بها، ممكن يعني في إطار الإفادة والاستفادة، يعني التوضيح والإرشاد والتوجيه، توريها مسار ديال التكفل ديالها، أشنو دير وأشنو دير وأشنو دير، المساطر اللي غتبع، ملي غيتحل الملف من هنا لهنا شنو غدير، ملي غيتحل من هاد البلاصة، لأن الملف يروج، الملف كيدور داخل نفس المحكمة من اختصاص لاختصاص آخر، يعني راه كيبدا من الشكاية، المحضر، التقديم ديال للمتهم، التحقيق معاه، يعني الحق في المعلومة القانونية والمعلومة المرتبطة بالشخص المعني اللي كتدخل في إطار التوجيه والإرشاد دياله في إطار مسار التكفل كله. أيضا من بين المهام حسب الدليل
تدبير الشؤون الإدارية للخلية القضائية. وهذا اللي كان كيطرح إشكال، يعني أن المساعد الاجتماعي كيكون مكلف بمجموعة من الأمور المرتبطة بالعنف، كيولي هو الذي يدير الخلية إداريا ومعلوماتيا إلى آخره، كيمسك السجلات رغم أن هذه السجلات مجموعة من السجلات في المحاكم، يعني لغتها وزارة العدل، يعني تلغات ولو كيخدموا بالنظام المعلوماتي، يعني أغلب القضايا دابا في المحاكم ولو كيخدموا بالنظام المعلوماتي. إذن هاد الأعمال اللي كان كيقوم بها المساعد الاجتماعي هي تصحي الكاهل ديالو تجاه ممارسة المهام الأساسية. يعني كاين بعض الخلايا كيكون فيها مساعد اجتماعي، يكون موظف موظف، ممكن يكون واحد تقني من المحكمة، يعني باش كل واحد كيدير الجانب التقني، موظف كيمسك السجلات إلى آخره، مساعد اجتماعي كيدير استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، الاستماع إليهم كذا. غير هو النقطة ديال الاستماع فيها اختلاف بين المساعدين الاجتماعي والصحفي الوطني، ماشي كلشي كيستمع. لأن ملي كنقولو الاستماع، كيستمع من له صفة ضبطية، المساعد الاجتماعي ما عندوش صفة ضبطية، ويعتبر وكيل ملك أو أحد نوابه ضباط الشرطة السامون، ضباط الشرطة القضائية السامون، عندهم الحق أنهم يديروا محضر، لكن المساعد الاجتماعي ما عندوش الحق أنه يدير محضر. لهذا أنا نرجع لواحد النموذج ديال المحضر باش نشرح لكم هذه النقطة لأنها مهمة. هذا نموذج ديال المحضر اللي كنهبطوا لتحت، شنو كنلقاو؟ كنلقاو توقيع ديال الممثل ديال النيابة العامة. المساعد الاجتماعي ماشي ممثل النيابة العامة، ما عندوش الصفة الضبطية، بالتالي ما كيقومش بالاستماع، ممكن يقوم بالإنصات النفسي والاجتماعي للضحية أو الناجية من العنف، أو الطفل الضحية أو الطفل الناجي من العنف أو في وضعية صعبة إلى آخره. والاستماع في محضر رسمي يكون مثلا من اختصاص وكيل الملك أو أحد نوابه، أو الوكيل العام وأحد نوابه. هذه النقطة اللي بغيت نشير لها، يعني الاستماع ماشي المسطري، كيداش الاستماع المسطري كمسطرة ويدير محضر، ممكن يدير الاستماع ديالو ويوقع عليه، يعني انه استمع لمرأة مؤنفة ودير التوقيع ديالو لتحت لانه المساعد الاجتماعي اللي استمع له. ولكن هذاك كيتعتبر غير تقرير ماشي محضر. المحضر هو ديال نائب وكيل الملك او وكيل الملك او النائب المكلف بالخلية الى اخره. هذه النقطة اللي كنت باغي نشير له. ثم في هاد المهام، يعني واحد النقطة أخرى اللي ذكرات اللي هي ديال المرافقة ديال الضحية أو الناجية من العنف أو الطفل الضحية إلى آخره. المرافقة كاين بعض المساعدين الاجتماعيين اللي ما كيديروهاش مرة، كاين بعض المساعدين الاجتماعيين كيديروها في حدود، كاين بعض المساعدين الاجتماعيين اللي كيديروها اللي ما كيديروهاش مرة راه ما كيديرهاش، وكاين اللي كيدير المرافقة غير داخل المرفق القضائي، غير في وسط المحكمة، يشوف مع ديك المرأة المؤنفة ولا ديك الطفل المؤنف وغيديه من المكان لهذا المكتب لهذا المكتب، يشوفو يشرح له يقول له هذا المكتب شنو غيدير لك، هذا المكتب شنو غيدير إلى آخره. يعني كيدير المرافقة داخل المرفق، كاين اللي كيدير المرافقة خارج المرفق، ولكن أغلبية الساحقة ما كيديروهاش خارج المحكمة، ما كيديروش المرافقة لأن عندها إكراهات كثيرة وفيها مشاكل، يعني فيها مشاكل جانبية داعي ندخلو فيها. يعني المرافقة مثلا من المحكمة إلى المستشفى، هذا يعني أمر فيه إشكالات، فيه خطرة، ممكن الضابط القضائي يترافق ممكن، ولكن المساعد الاجتماعي ما الأمر صعب شيئا ما، وفيه إكراهات مرتبطة بالمتهم أو الجاني أو اللي دار ديك الفعل الجرمي، يقدر يعاود يقلب عليها يهددها، يقدر يتعرض لهم بجوج، يقدر الى اخره. يعني هذه اكراهات جانبيه لا داعي للخوض فيها. اذن هذه النقاط اللي كنت انا باغي نتكلم عليها في هذه المهام والاكراهات اللي مرتبطه بها. غادي ندوز لديك الوضعيات اللي تكلمنا عليها، ما قلنا ان استقبال النساء والاطفال ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة،
والأطفال في وضعية مخالفة للقانون، وأطفال في وضعية إهمال. إذا شكون هما هاد الوضعيات؟ المرأة في وضعية العنف راها باينة، يعني أي امرأة تعرضت للعنف. الطفل في وضعية صعبة، نشوفو الدليل شنو كيقول لنا على الطفل في وضعية صعبة باش نفرقو بين هاد الوضعيات. طفل في وضعية صعبة، طفل في وضعية صعبة حسب المادة 513 من قانون المسطرة الجنائية، فهو كل طفل أقل من 16 سنة، أقل من 16 سنة، كانت سلامته البدنية والذهنية والنفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر بسبب أحد الأسباب التالية. ومن هذه الأسباب اختلاطه مع أشخاص منحرفين معرضين للانحراف أو معروفين بسوء أخلاقهم وسيرتهم أو عندهم سوابق في الجريمة، يعني عندهم سوابق عدلية. الثانية تمرده على سلطة أبويه، أقل من 16 سنة تمرد على سلطة الأبوين أو التمرد على سلطة الحاضن أو الكفيل أو الوصي أو المقدم أو الجمعية التي تقوم بالرعاية. اعتياده الهروب من المؤسسة التي يعني يتابع فيها دراسة أو يعني التكوين ديالو فيها. الهجرة ديالو من مقر الإقامة ديالو. كاملين كيدخلوا الأطفال في وضعيات صعبة. الطفل في وضعيات مخالفة للقانون، الطفل في وضعيات صعبة، ثم الطفل في وضعيات مخالفة للقانون. شكون هو الطفل هذا؟ هو ذاك الطفل الحدث، ذاك الطفل الجانح، ذاك الطفل الذي قام بفعل يجرم القانون ويعاقب عليه القانون. نجد أيضا أن الطفل في وضعية صعبة والطفل في وضعية إهمال والطفل في وضعية مخالفة للقانون. نمشيو الطفل في وضعية صعبة تكلمنا عليه، الطفل في وضعية مخالفة للقانون تكلمنا عليه، الطفل في وضعية إهمال. غادي نرجع هنا القانون ديال كفالة الأطفال المهملين، هاد القانون هذا قانون 1501 اللي صدر في 2002. هاد القانون هذا شكون اللي كيقول لنا أن الطفل المهمل؟ شكون هو؟ أن الطفل المهمل يعتبر طفلا مهملا من كلا الجنسين، يعني سواء ولد ولا بنت، الذي لم يبلغ سنه 18 سنة كاملة شمسية كاملة، يعني ما عندوش 18 عام، قل من 18. إذا وجد في أحد الحالات، إذا لقاوه في هذه الحالات هذه كتعتبر طفل مهمل. شنو هي الحالات حسب قانون كفالة الأطفال المهملين؟ إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، يعني هي بغات تسمح فيه بالإرادة ديالها، مثلا كانت كتعاطى الدعارة ولا شي حاجة ولا وقع لها شي مشكل ولا اغتصب شي واحد وما عارفه شي الأب شكون، إذا أب مجهول والأم معلومة، أو الأب والأم معلومة يعني ما معروفينش وداك الطفل تلقى في شي مكان معين. إذا كان يتيما مات والده أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش، يعني والديه مبقاوش قادرين يعني يتكلفوا به، مبقاتش عندهم ظروف، لا كيعرفوا التشرد كاملين ولا كيعرفوا التسول إلى آخره. إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، يعني هذوما الحالات ديال الطفل في وضعية إهمال. نقول الطفل في وضعية صعبة هو اللي كيكون أقل من 16 سنة والسلوك ديالو يعني مهدد بالانحراف لأنه كيعاشر منحرفين ذوي السوابق إلى آخره أو تمرد على سلطة أبويه. كان الطفل في وضعية مخالفة للقانون، ولا قلنا الطفل الحدث أو الطفل الجانح. أيضا الطفل في وضعية إهمال هو اللي تكلم عليه القانون ديال كفالة الأطفال المهملين. أيضا الطفل الضحية، هادو أنواع ديال الحالات اللي كتجي للخلايا. الطفل الضحية هو كل طفل تعرض لسوء معاملة، لعنف كيفما كان نوعه، نفسي، جسدي، اقتصادي، جنسي، كيفما كان النوع ديالو. إذن هادو هما الحالات ديال الأطفال. غادي نرجع للقانون اللي تكلمت عليه قبيلة وقلت غادي نكمل الشرح ونرجع له، قانون 103 13.
ما غاديش نقرا هادشي اللي فيه، لان ممكن ديك الساعه نتناقشوا اكثر، لان فيه احكام الاولى هي احكام زجريه، كذلك واحد الشق اللي فيه احكام مسطريه، يعني كيزاوج بين القانون الجنائي وبين المسطره الجنائيه. انا غادي نمشي مباشره للباب الرابع اللي كيتكلم على الاليات ديال التكفل النساء ضحايا العنف. هنا الاليه ديال التكفل تكلمنا هنا على في الماده 9، تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف. تحدث للتكفل بالنساء ضحايا العنف خلايا ولجان مشتركه، خلايا ولجان مشتركه بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب. كنجيو للماده 10، تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائيه ومحاكم الاستئناف، يعني في المحاكم الابتدائيه ومحاكم وبالمصالح المركزيه، يعني المصالح المركزيه ولا ممركزه للقطاعات، مكلف الصحه على مستوى وزاره الصحه اللي ذكرتها قبيله، على مستوى وزاره الشباب، على مستوى الوزاره المكلفه بالمراه، وكذا على مستوى المديريه العامه للامن الوطني، على مستوى القياده العليا للدرك الملكي. هذو الاماكن اللي ممكن تواجد فيهم الخلايا. حنا دابا كنتكلموا غير على الخلايا ديال المحاكم، ما غاديش نتكلموا في هذو. كنجيو للمهام حسب القانون 133، مهام المساعد الاجتماعي في خليه التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف. تتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال والاستماع، يعني كتستقبل استقبال الذي يليق، استقبال يعني يراعي ظروف وخصوصيات الناجيه من العنف او ضحيه العنف بشكل عام او الطفل الضحيه. ثم الاستماع، الاستماع هو اللي تكلمنا عليه قبيله، يعني ديك الاستماع الاولي العادي، ولكن الا كانوا واستمعوا لذاك الطفل بزاف ما خصش يتكثر، هادي كتدخل في التقنيات، ما خصش يتكثر على داك الطفل الاستماع بزاف، اللي مشى عنده يستمع له، اللي مشى عنده يستمع، يعني كتقنن الاستماع فين غادي يكون. مثلا المساعد الاجتماعي راه مختص في الاستماع، ممكن يستمع له نائب وكيل الملك في اطار التكييف ديالو والاعداد ديالو المحضر، ممكن انه يعاود يستمع له. والاستماع والدعم، الدعم النفسي، الدعم القانوني، الى اخره. والتوجيه، التوجيه كتوجه فين غادي يمشي، فين غادي يجي، شنو غادي يدير. الاجراءات مثلا ملي كتكون السيده مؤنثه وجات وليها اثار ديال العنف، هنا كتوجهها انها تمشي للمصالح الطبيه ويديروا لها الفحوصات ويعطيوها شهاده طبيه وتدلي بها باش تعزز بها الملف ديالها في وسائل الاثبات، رغم ان الشهاده الطبيه هي ماشي وسيله اثبات، هي وسيله اثبات تاكيد الضرر ونسبه الضرر، ماشي اثبات. اما الاثبات راه وسائل ديالها مختلفه جدا، راه خصو بوحدو حلقه، يعني الشهود، التوثيق المسجل التقنيات الفيديو الصوت الى اخره، الاعترافات، يعني وسائل الاثبات راه كثيره، التلبس الى اخره. والمرافقه، المرافقه اللي تكلمنا عليها قبيله بالدليل، يعني راه عاوده تكرات في هذا القانون هذا، غير هي المرافقه فيها اختلاف، كاين اللي كيدير ما كيديرهاش مره، كاين اللي كيديرها داخل المحكمه فقط، كاين اللي كيديرها حتى خارج المحكمه، وهذو نسبه قليله جدا لفائده النساء ضحايا العنف. اذا استقبال، استماع، دعم، توجيه، والمرافقة. إذا نعاودهم، استقبال ثم استماع ثم الدعم ثم التوجيه ثم المرافقة، هادو هما الخمس نقاط اللي كيتدخل فيها المساعد الاجتماعي حسب القانون 133. دابا ماشي غادي نقولو حسب الدليل، لأن ملي كيخرج قانون راه تقريبا كنوليو نخدمو بالقانون كنحيدوا الدليل، لأن القانون هو الذي دخل حيز التنفيذ وأكثر حجية قانونية من هذا الدليل، وعليها ما كانش هذا الدليل كيتستعمل بزاف، يعني كيف ما شفنا في المناشر السابقة اللي تكلمت عليها، يعني مناشر كثيرة ديال وزارة تحث المسؤولين على تفعيل الخلايا، يعني لأن الدليل كان ماشي قانون، هذا كان إكراه، كان يعني المتدخلين في هذه الخلية كيقول لك اودي هذا مجرد دليل لا يرقى لان يكون قانون،
بالتالي ما يمكنناش نعتمد. ولكن دابا ما بقاش هذا المشكل مادام عندنا القانون 103/13 اللي كيتكلمنا ايضا على اللجنه الوطنيه ديال محاربه العنف او تكفل النساء ضحايا العنف، اللجنه الجهويه، وكيتكلم على اللجنه المحليه. هنا غنشير غير اللجنه المحليه وبها غادي نختم. تحدث لجنه محليه لتكفل النساء ضحايا العنف على مستوى الدائره القضائيه، يعني مستوى المحكمه الابتدائيه ومراكز القاضي المقيم اللي كيكونوا تابعين لها، وكتالف الوكيل الملك او نائبه. قاضي التحقيق هو كيكون رئيس ديال اللجنه المحليه، وكيل الملك هو رئيس اللجنه المحليه. قاضي التحقيق، قاضي الحكم، وقاضي الاحداث كيعينهم رئيس المحكمه انهم يكونوا اعضاء في هذه الخليه المحليه. رئيس كتابه النيابه العامه، مصلحه كتابه النيابه العامه او من يمثله. المساعد او المساعده الاجتماعيه بالمحكمه المذكوره، اذا كان مساعد اجتماعي واحد، اذا كانوا جوج جوج، اذا كانوا ثلاثه ثلاثه كيتعتبروا اعضاء في هذه اللجنه المحليه. ممثلي الاداره، كذلك ممثل مجلس اقليمي، محامي يعينه نقيب، مفوض قضائي يعينه رئيس المجلس الجهوي المفوض القضائيين. وكل شخصيه ترى النيابه العامه يعني ان فيها افاده لهذه الخليه يمكن استدعائها للحضور. واختصاصات ديال هذه اللجنه المحليه، مهم مجموعه من الاختصاصات، انها تعد الخطه ديال العمل المحليه، انها تضمن التواصل والتنسيق بين كافه المتدخلين، تشوف الاكراهات والصعوبات والمعيقات اللي كتواجهها وتحاول ترفع توصيات فيها وتقارير الى اخره. كذلك النقطه اللي كنت تكلمت عليها قبيله، تتولى كتابه النيابه العامه المحكمه مهام كتابه اللجنه، هي اللي كنا شفناها في الدليل قبيله، وقلت لكم مجموعه من المقتضيات في الدليل ما بقاتش، لان هنا كانت يعني ان المساعد الاجتماعي هو الذي يتكلف بتقرير بمهمه المقرر اثناء اجتماع اللجان المحليه او الجهويه. الان ما بقاش يعني انه ولا يعني عنده العضويه، يعني عضو مشارك وعضو فاعل، لان اذا كان مقرر داخل تلك اللجنه ربما ستضيع عليه فرص التعبير والحديث عن المشاكل التي يصادفها من خلال عمله اليومي. إذن بهذا كنختم هذا الفيديو، وكنتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله مع فيديوهات اخرى نناقشوا فيها مواضيع مختلفه، خليه التكفل على مستوى محكمه الاستئناف، كذلك نناقشوا هذا القانون 103/13 بشكل مفصل، نناقشوا ايضا القانون ديال كفاله الاطفال المهملين، نناقشوا صندوق التكافل العائلي، ونناقشوا كيفية التعامل مع الامتحان QCM. المهم هادي بزاف ديال الافكار ديال الفيديوهات، ولكن على حسب الوقت والظروف وبشكل عام. شكرا جزيلا لحسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم التوفيق وساعة سعيدة.